اهلا بيكم في حلقه جديده مع مجدي خليل، هل باتت لحظه مصافحه بايدن لمحمد بن سلمان قريبه؟ وهل ستعيد هذه المصافحه العلاقات السعوديه الامريكيه الى مسارها التقليدي؟ ام ان العالم تغير والخليج تغير والولايات المتحده الامريكيه تغيرت ولن تعود عقارب الساعه الى الوراء. هل الحياد السعودي الخليجي في ازمه اوكرانيا هو حياد مزيف لصالح روسيا والصين ام ان دول الخليج تنتظر نتائج الحرب لتعرف الى اي طرف ستنحاز هل استداره الولايات المتحده الامريكيه شرقا نحو اسيا نتج عنه استداره الخليج شرقا ايضا نحو الصين وروسيا واقع ومستقبل العلاقات الأمريكية السعودية هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة مع مجدي خليل السعوديين عندهم تأريخ للعلاقات السعودية الأمريكية بلقاء الرئيس الأمريكي مع الملك عبد العزيز المؤسس سنة 1945 وهم بيشيدوا بهذا الموضوع وبيعتبروه هو تدشين للعلاقات الأمريكية السعودية النفط مقابل الامن، يعني ان امريكا توفر الحمايه والرعايه للنظام السعودي في مقابل ان تضبط النفط وفقا لمتطلبات السوق العالمي ووفقا لرؤيه الولايات المتحده الامريكيه ايضا. في هذه الفتره الطويله من سنه 45 حصلت محطات لتعاون كانت محطات كبيره للتعاون السعودي الامريكي ومحطات خلاف او صدام حتى ما بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية لن نطيل كثيرا ولكن هنتكلم عن ثلاث محطات كبيرة للتعاون ثلاث محطات كبيرة للخلاف والصدام بين امريكا والسعودية أول محطة للتعاون هي مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية السعودية في مواجهة الانقلابات العسكرية التي كان يقودها جمال عبد الناصر في المنطقة وباسم القومية العربية وتم انقلابات في سبعة دول عربية وكان يهدد عرش الممالك في الخليج والأردن ولكن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية جعلها تصمد في هذه الجولة هذه أول جولة من التعاون الأمريكا حمت النظام السعودي أن يستمر في مواجهة زخم عبد الناصر التعاون الثاني الكبير أيضا هو مواجهة الاتحاد السوفيتي والسعودية ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة وخاصة في الحرب في افغانستان حشدت السعوديه العالم الاسلامي لكي يحارب لصالح امريكا في افغانستان ضد الاتحاد السوفيتي وال التعاون الثالث الكبير بين الولايات المتحده الامريكيه في هذه المحطات هو مواجهه صدام حسين عندما غزا الكويت وحشدت امريكا قوات وطردت صدام حسين من الكويت وحررت الكويت. هذه المحطات الكبرى في التعاون بين السعوديه، طبعا هناك امور كثيره تفصيليه ولكن المحطات الكبرى. هناك ثلاث محطات ايضا خلافيه صداميه بين السعوديه والولايات المتحده الامريكيه هي اول شيء ازمه البترول سنه 1973 عندما حجب الملك فيصل البترول عن الغرب لصالح حرب اكتوبر وللعلم ترجمها الغرب بعد ذلك لصالح لصالح الغرب استفاد الغرب من هذه ازمه البترول. ثاني ازمه صدام هو طبعا الارهاب الاسلامي اللي كان مشارك فيه 15 سعودي في 2001 وترتب عليه انقلابا في الولايات المتحده الامريكيه حربا لمده 20 سنه اسمها الحرب الدوليه على الارهاب كان في 15 سعودي مشارك في هذه الهجوم على مركزي التجاره العالمي، وايضا في هذه الفتره منذ 1963 الى الى 2001 كانت السعوديه الممول الاول الكبير للارهاب السني عالميا. وبالتالي دي محطه كبيره من المحطات الخلافيه والصداميه. المحطة الثالثة اللي بدأت مع أزمة أوكرانيا، أنا بعتبرها بدأت مع أزمة أوكرانيا، وهذا المفروض أنهم حلفاء استراتيجيين وأن السعودية تستجيب لفكرة النفط في الأزمات، ولكن لأسباب كثيرة سنشرحها، هذه أيضا محطة تمردت السعودية على العلاقة الأمريكية لصالح روسيا والصين ولصالح أن أن لا تتنازل فيما يتعلق بزيادة المعروض النفطي لصالح ضبط سوق النفط عالميا هذه المحطات لكن السعوديين عندهم ماخذ يعني في دي المحطات التعاون وفي محطات الصدام ولكن في ماخذ امريكية على السعودية وماخذ سعودية على امريكا السعوديين انا في تقريبا يعني في 2003 2004 مش مش متذكر بالظبط عملت حلقه في الاتجاه المعاكس في قناه الجزيره عن عن هذا الموضوع السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وان السعوديه استفادت اضعاف اضعاف من العلاقه بي مع امريكا اكثر بكثير من استفاده امريكا من العلاقه مع السعوديه يبقى السعوديه ادارت العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه بطريقه ذكيه استفادت كثيرا جدا اكثر بكثير جدا من استفادة الولايات المتحدة الأمريكية من هذه العلاقة، طبعاً أمريكا استفادت ولكن أنا بقول الإستفادة في الجانب السعودي والخليج أكتر من الإستفادة في الجانب الأمريكي وبقول الكلام ده من عشرين سنة. طيب لكن في مآخذ والمآخذ السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية كتيرة أوي أوي أوي، أنا هجيب لكم حوالي 15 مآخذ تأخدته السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية فيه، وهذه المآخذ اللي واخدها السعودية على أمريكا بعضها إن السعودية تجاه الدولة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية وفي بعض المآخذ السعودية تجاه الإدارة الديمقراطية تحديدا وفي أكثر تحديدا تجاه بايدن يعني في مآخذ على أمريكا كدولة وكمؤسسات وعلى الحزب الديمقراطي اللي ما بينسجموش معاها السعوديين ولا الخليجيين بيحبوا الحزب الجمهوري اكتر وماخذ اخرى على الرئيس بايدن تحديدا. ايه الماخذ السعوديه كلها مجمل الماخذ السعوديه؟ اول حاجه ان هم حرب جورج دبليو بوش وكان رئيس جمهوري لكن في ماخذ ان هو حرب اسقاط نظام صدام كان العراق محكومه بنظام سني. هذا اسقاط نظام صدام اضعف السنه وانتهى حكم السنه في العراق. وأصبحت آه، العراق تحت الهيمنة الإيرانية هذا أول مأخذ كبير من السعودية آه وعلى آه الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضا مسألة خلافية في أمريكا كل الناس بتدين حرب آه جورج دبليو بوش على العراق الحاجة الثانية أني بيعتبروا تاني مأخذ كبير تخلي الاداره الامريكيه بالذات اداره اوباما الديمقراطيه عن الانظمه الحليفه لها في اثناء الربيع العربي هذا برضه موضوع خلاف لكن لكن هم واخدينه مأخذ ان هم ان اوباما شجع ثورات الشعوب على حكامها بما في ذلك الحكام اللي كانوا في علاقه تقليديه وكبيره مع الولايات المتحده الامريكيه زي مبارك تحديدا تحديدا مبارك هو اللي اللي خلى الخليجيين يتهزوا ان بعض العلاقة الطويلة جدا بين امريكا ومبارك ازاي تخلى عنه اوباما في 2011 وده الربيع العربي نقطة خلاف تاني المفاوضات النووية السرية نقطة خلاف كبيرة جدا ان ادارة اوباما ايضا هم ما بيحبوش اوباما ابدا في السعودية وفي دول الخليج ادارة اوباما ايضا ادارة اوباما ايضا عملت مباحثات سرية دون أن تخطر دول الخليج مع إيران وقعت اتفاقا نوويا سنة 2015 وده كانت مفاجأة غير سارة بالمرة لدول الخليج من ضمن الحاجات المآخذ أني تخفيض أمريكا لمكانة الشرق الأوسط ودول الخليج في الاستراتيجية الأمريكية هذا حق حقيقي هذا حقيقي وهذا خيارا استراتيجيا أمريكيا صحيحا لان انها تتوجه ناحيه اسيا والصين والمناطق دي هي هو دي التحديات الحقيقيه للمستقبل الامريكي هذا حتى حتى من اسبوع مستشار الامن القومي الامريكي وزير الخارجيه الامريكي قالوا ان التحدي الحقيقي في الصين حتى اضعفوا فكره التحدي الحقيقي من روسيا ولكن الصين وروسيا بيعتبروا حاليا كتله واحده فيما يتعلق بالتحديات الامريكيه وبالتالي اصبح وضع دول الخليج اللي كانت كان امريكا بتدلل دول الخليج، كانت مدلل، اصبح وضع الشرق الاوسط ودول الخليج تحديدا ليس بالمكانه التي كانت ودي طبعا دول الخليج المدلله والمحميه والمرعيه امريكيا فجاه لقت ان هناك انسحابا للاهتمام الامريكي بهذه المنطقه ده كان احد المآخذ في النقطه مهمه من الماخذ السعوديه هو التباين الواضح والمتسع بين سياسات الحزب الجمهوري وسياسات الحزب الديمقراطي تجاه الشرق الاوسط وتجاه دول الخليج تحديدا هم شايفين المشكله الاساسيه مش سياسات الحزب الجمهوري والديمقراطي ان خلافات سياسيه لكن متسعه بطريقه تعكس استراتيجيتين مختلفتين الاخطر ان سياسه كل حزب اسست أثرت على المؤسسات الأمريكية، أثرت المؤسسات الأمريكية في علاقتها بالخليج وفقا للحزب اللي بيحكم، ومن ثم لم تعد العلاقات المؤسسية ثابتة وراسخة، ولكن تأثرت هذه المؤسسات الأمريكية بالسياسات الحزبية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثر ذلك على علاقة أمريكا بالخليج. كمان تخلي الحاجات بقى ماخذ اقل طبعا دي الماخذ الكبيره لكن خلينا في الماخذ الاقل طبعا زي تخلي واشنطن عن دعم السعوديه في حرب اليمن الـ 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 الامريكان حتى من عهد جورج اه ترامب شايفين ان حرب اليمن لا انسانيه وانها كانت تهور من جانب محمد بن سلمان وكان ممكن معالجتها بشكل افضل من كده فبالتالي كانوا بيدعموهم وتخلوا عن دعمهم بل العكس وأنا بسجل هذه الحلقة أعضاء في الكونجرس من الحزبين يريدون أن هم يصدروا قرار قانون من الكونجرس يشدد أكثر على انسحاب دور أمريكي تماما فيما يتعلق بمسند السعودية في حرب اليمن حرب اليمن حرب خلافية و... و... ولا إنسانية الحية في كمان حاجات تانية زي سحب منظمة الدفاعية باترويت وساد من السعودية ومن بعض دول الخليج عشان الولايات المتحدة الأمريكية بتعيد تشكيل وإعادة توزيع قواتها في الأماكن الأكثر خطورة في آسيا فسحبت بعض البطاريات من باترويت وده خلى السعودية تشعر أن اتعرت من الحماية الأمريكية الإمارات عندها مشكلة إلغاء صفقة F-35 والإمارات هم اذكياء بس عندهم اخطاء تجاه الغرب والسعوديه مش مش سهلين يعني عاوزين يستفيدوا اكثر بكتير ايضا زي السعوديين من العلاقه اكثر من ان هم يفيدوا الولايات المتحده. الانسحاب المرتبك من افغانستان خلاهم شافوا ان امريكا ضعفت برضو, برضو زي ما بوتين شاف ان امريكا ضعفت وهجم على اوكرانيا وتصور ان امريكا خلاص يعني ضعفت خالص ونفس هم برضو في دول الخليج فسروا الانسحاب الامريكي المرتبك من افغانستان سلبيا لصالح ضد امريكا يعني ال كمان ضايقهم رغم ان ده حصل في عهد ترامب رد الفعل الامريكي الضعيف بعد اعتداء ايران سنه في سبتمبر 2019 على شركه ارامكو كانت ضربه قويه لشركه ارامكو اه ان هم اه يعني شافوا رد الفعل الامريكي ليس كما كانوا يتوقعونه رغم ان هذا ايضا تم في عهد ترامب صديقهم وليس في عهد بايدن الحاجات الثانيه التهديد حاجتين عملهم ترامب لصالح السعوديه يعني هم يعني ما كانوش موجودين بس عملهم ترامب مجامله لصالح السعوديه ولما جه بايدن ورفعهم حصلت مشكله. الاولانيه ان ترامب صنف الحرس الثوري بالذات فيلق القدس على انه منظمه ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه وصنف الحوثيين على انهم منظمة إرهابية وبالتالي جاء بايدن حذف الحوثيين من منظمة إرهابية وحاول حاول أن يحذف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ولا لا اعتراضات خليجية واعتراضات إسرائيلية أكثر من اعتراضات خليجية وتراجع عن ذلك موقف بايدن شخصيا من السعوديه ومحمد ابن سلمان بعد مقتل خاشقجي وقال اني ساجعل السعوديه دوله منبوذه ولا يمكن اقابل محمد ابن سلمان ده كمان اثر في علاقه بايدن تحديدا بالسعوديه ومحمد بن سلمان وبايدن نفسه ده سنه 2014 في جامعه هارفارد في سنه ايام ما كان نائب رئيس اوباما قال ان اصدقائنا في الخليج وأشار إلى السعودية تحديدا هم الداعم الأول للإرهاب في العالم يعني بايدن شايف رؤيته للسعودية من سنة 2014 هي رؤية نيجاتيف طيب هنا دي دي اتكلمنا عن المآخذ اللي, اللي السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية فيها مآخذ كبيرة وفيها حاجات صغيرة ويمكن معالجتها طب ايه المآخذ الأمريكية ما في أمريكا برضو لها مآخذ على السعودية وعلى دول الخليج أول حاجة أمريكا ترى أنه بعد مئة عام من الرعاية والحماية البريطانية ثم الأمريكية لدول الخليج تتمرد هذه الدول على هذه العلاقة امريكا شايفه ان السعوديه والامارات تحديدا بيتمردوا على العلاقه التاريخيه مش المساله رغم الحمايه الطويله اكتر من 100 سنه بريطانيه ثم امريكيه لهذه الدول وهذه الأنظمة أمريكا ترى كمان أن معادلة النفط مقابل الأمن مش معناها أن أمريكا تحارب حروب السعودية السعودية عايزة أه أه والخليج عاوزة أمريكا تحارب حروبهم عاوزينهم زي ما دخلوا في حرب مع صدام حسين يدخلوا في حرب كبيرة مع إيران يدخلوا في حرب كبيرة مع إيران لصالح السعودية هذا غير مقبول أمريكا ما وأنها تحارب كمان لهم في حرب اليمن ما تقدرش أمريكا تعمل كده لأسباب كثيرة جدا يا طول شرحها وبالتالي هما هم تفسيرهم لمعادله النفط مقابل امنهم عاوزين يحصلوا على اكبر قدر من المنافع لدرجه ان الجنود الامريكيين يروحوا يموتوا في حرب كبيره وتصرف التريليونات علشان خاطر السعوديه وعشان خاطر الامارات وهذه معادله غير مقبوله امريكيا حاليا هناك قلق امريكي من محمد بن سلمان ان لو ورث ابوه وهيكون حكمه طويل جدا لانه لسه صغير ممكن ان يقود العلاقات الامريكيه الامريكيه السعوديه تقويدا تاما هم شايفين كده مش شايفين الجانب الايجابي في محمد سلمان انه قاد ثوره اصلاحيه ثقافيه في السعوديه غيرت وجه السعوديه من التطرف إلى, الى 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 طريق نحو الاعتدال وده تحمد جدا لمحمد بن سلمان لكن هم شايفينه من ناحية تاني لهم رؤية تاني سلبية انه متهور وعنيف وعديم الرحمة بالذات في موضوع خشوجي وبالتالي هم رؤيتهم السلبية وان ده الراجل ده لو جه حاكم هيقعد اربعين سنة ممكن يقعد اربعين سنة ممكن يقود تماما لانه قراراته متهورة ممكن يقضي على العلاقة الراسخة الثابتة من, من سنة خمسة واربعين من بين السعودية وممكن يتخذ أي قرارات جريئة عكس الأسرة المالكة القديمة المحافظة التي تعرف اهميه العلاقات مع امريكا كمان من الماخذ الـ 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 الامريكيه والاوروبيه كمان يرون ان الحياد في موضوع اوكرانيا هو حياد مزيف لصالح روسيا والصين بل انهم شايفين ان دوله زي الامارات عملت صفقات تحتيه لاضعاف العقوبات على روسيا واستوعبت دبي المليارديرات الفاسدين المحيطين ببوتين بوتين أه يعني وده المهم كمان في, ال في موضوع أوكرانيا لأن كشف حاجات كتيرة يرون أن السعودية والإمارات يستخدمون البترول كسلاح لصالح روسيا وليس لصالح الاستجابه لازمه غربيه طارئه وحده في مجال الطاقه. يعني هو طول الوقت من المعادله القديمه انهم يستجيبوا فيما يتعلق لما تكون تحصل ازمه دوليه في امدادات الطاقه عالميا للاقتصاد العالمي وللغرب، يستجيبوا لصالح الغرب ولصالح الولايات المتحده الامريكيه، هذه المره بيستخدموه ضد الغرب كسلاح كانه سلاح ضد الغرب ولصالح روسيا. وبالتالي يحاولون في دول الخليج اسقاط معادله النفط مقابل الامن هم شايفين ان الامن اللي بتقدمه امريكا مش كافي هم عاوزين بقى الحمايه وان يدخلوا حروبهم ويحاربوا لهم ومش عارف ايه والولايات المتحده الامريكيه شايفه انها انها مستمره في المعادله دي وفقا للمعدل الطبيعي انها تحميهم بس ما تحاربش حروبهم وبالتالي ان هم اذا اسقطوا في تقدير الشخصي اذا اسقطوا هذه المعادله في دول الخليج ستكون لها أمور ستترتب عليها أمور خطيرة بالنسبة لأمن دول الخليج طيب أمريكا أمريكا يعني عاوزة العلاقة دي أكتر دلوقتي من إن من السعودية ومن دول الخليج عايزينها أمريكا عملت إيه عشان تهدئ مخاوف دول الخليج عملت إيه أمريكا أول حاجة تم تأجيل رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية سابوه سبق. تأجيل الاتفاق النووي مع إيران بايدن كان عاوز يعيد الاتفاق النووي مع إيران أجل الاتفاق النووي مع إيران تطمينات أمنية راحت للسعودية وللإمارات مع عدد بعض بطاريات الحماية إلى هذه المنطقة ولهم قوات ضخمة الأمريكان لهم قوات ضخمة في منطقة الخليج الاستعداد عندهم استعداد في أمريكا انه يعيدوا الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية مش حاجة كبيرة قوي في أمريكا أن يعيدوهم إلى المنظمات الإرهابية طبعا الاهم كمان اللي احنا بنقول ان هو ممكن في يونيا دي وفقا للتوقعات ان يتقابل الرئيس بايدن مع محمد بن سلمان ويصافحه التراجع عن سياسه نبذ السعوديه وعزل السعوديه وكمان من ضمن الحاجات اللي عملتها الولايات المتحدة الأمريكية بيع أسلحة للسعودية ده معناه الهم من ذلك أهم ده من أهم من ذلك أن أمريكا أمريكا أدركت أن هناك حربا باردة، أن العالم تغير بعد أوكرانيا، وأن هناك حربا باردة جديدة، وأن هذه الحرب الباردة الجديدة من المهم إعادة حشد الحلفاء التقليديين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المهم أن تكون السعودية في صف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في هذه الحرب، ومن المهم أن يكون البترول أداة فعالة لصالح الاقتصاد الغربي والاقتصاد العالمي والولايات المتحدة الأمريكية وليس ضدها. هذا الرؤية الأمريكية عشان كده عملوا محاولات كثيرة زيارات مكوكية لكثير من المسؤولين الأمريكيين إلى السعودية لتهدئة الأمور وطمأنتهم ومحاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وأنا في تقديري أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. طب ماذا يريد احنا اتكلمنا عن امريكا والمؤسسات ماذا يريد بايدن تحديدا من السعوديه ومن محمد بن سلمان؟ بايدن يريد ثلاث حاجات رئيسيه من السعوديه ومن محمد بن سلمان: ان تبريد اسعار النفط قبل الانتخابات النصفيه في الكونغرس في نوفمبر 2022 والشيء الثاني ابعاد السعوديه ومحمد بن سلمان عن دعم المنافس الجمهوري في انتخابات 2024، وهناك كلام كثير جدا ان السعوديه تأمل برجوع ترامب مرة أخرى في 2024، وأن السعوديه تناكف بايدن لأسباب تتعلق برؤيته لمحمد ابو سليمان، ولأسباب أيضا لإضعافه في مقابل خصمه الجمهوري في 2024، فهو بايدن عايز إبعاد السعوديه عن المسألة الانتخابية والحزبية الأمريكية ده الحاجة التانية اللي عاوزها بايدن تحديدا والثالثة المهمة لأمريكا والبايدن والحزب الجمهوري والديمقراطي وغيره ضمان بقاء السعودية ودول الخليج في الفلك الأمريكي بعيدا عن الصين وروسيا ده الهدف الأهم للمؤسسات الأمريكية ولبايدن أيضا وللجمهورين نختم بمستقبل أنا تكلمنا عن بشكل سريع عن اهم المحطات في, ت... في هذه العلاقه والمأخذ من كل من الأطراف نختم بالحاجه المهمه وهي مستقبل العلاقات الامريكيه السعوديه هل ست... ستعود الولايات المتحده الى سياسه الواقعيه لان بايدن خد شويه من افكار اليسار ومساله حقوق الانسان ومش عارف ايه لكن في الحروب البارده في الحرب البارده وهناك حربا بارده جديده والولايات المتحده الامريكيه في في الحرب البارده كانت تتغلب عليها سياسه الواقعيه السياسيه اكثر من المثاليه السياسيه المثاليه السياسيه انها تدافع عن حقوق الانسان وتنتقد لا هذا الموضوع نحن في فتره جديده فهل ستعود الولايات المتحده الامريكيه الى الواقعيه السياسيه فيما يتعلق بعلاقتها بالسعوديه ودول الخليج وهل وهل سير هيرجع اتفاق ترامب، اتفاق ترامب عمل اتفاق مع السعوديه وكان اتفاق ناجح، اللي هو الدعم العسكري الامريكي والحمايه السياسيه للنظام السعودي في مقابل ضبط تدفق النفط لصالح الغرب والاقتصاد الدولي ووقف مسانده الارهاب السني وتدفئه العلاقات مع اسرائيل. هذه المعادله اللي اكد عليها ترامب في فترته وكانت معادله ناجحه، هل هتعيدها امريكا تعيد هذه المعادله؟ لكن الاهم من كل ده هل فشلت الولايات المتحده الامريكيه في خلق شرق اوسط يشاركها في القيم نعم فشلت في خلق شرق اوسط يخلق. لكن لو عادوا للواقعيه السياسيه في المعادله القديمه ان مش مهم مساله القيم ومساله المثاليه وان هم يعيدوا للواقعيه المصالح المتبادله ممكن تعود المصالح لكن هذه برضو لي عليها ماخذ لان هو ده السؤال الاهم اللي هطرحه هل ستعود العلاقات السعوديه وبالامارات كمان الى سابق عهدها مع امريكا في تقديري لا في تقديري لا انا لست متفائلا ليه وقد قلت منذ سنتين انه اذا اندلعت حربا بارده جديده وكتبت تويته كده ان لو اندلعت حرب فان الدول الخليج السعوديه والامارات ستعلن انها 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 محايده ولكن عمليا ستكون منحازه للصين وروسيا. ليه؟ في اثناء الحرب البارده اللي بعد 1945 ل 1991 بين الاتحاد السوفيتي وامريكا والغرب كان في مجموعه اسمها دول عدم الانحياز. نظريا كانت اسمها عدم الانحياز لكن عمليا كانت منحازه للاتحاد السوفيتي اللي هيحصل في دول الخليج هيكون زي كده انهم نظريا هيكونوا يدعوا انهم عدم انحياز ولكن عمليا سيكونوا في الجانب الصيني العالم تغير كما قلت وامريكا تغيرت وليست بنفس قوتها والخليج تغير وليس بنفس ضعفه واعتماديته على الغير زي ما قلت العالم تغير احنا متغير كتير عن سنة 45 أمريكا تغيرت لم تعد بنفس زخم قوتها دول الخليج تغيرت لم تعد ضعيفة كما كانت لم تعد في حالة اعتمادية كبيرة على الغير كما كانت وشوفوا الإمارات تطورت في آخر عشر سنين إزاي من ناحية القوى العسكرية بل والتدخلات في الشرق الأوسط العلاقات نفسها ما بين بين السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وبين السعوديه ودول الخليج بالذات انا بركز على دولتين اللي هم في الصوره دايما اللي هم الناشطين الاكثر الامارات يعني الامارات يعني طول تاريخ العلاقات السعوديه الامريكيه ما كان دول الخليج م... دول الخليج يمكن اختزالها في السعوديه لكن في اخر عشر سنين طلعت الامارات الكويت في حاله ركود اما قطر فهي الحليف الوحيد حاليا اللي لامريكا حليف قوي ولكن أنا ب... لما بتكلم عن دول الخليج ب... ب... ببرز دايما هما السعودية نمرة واحد والامارات، أنا هل لا هل العلاقة كما كانت؟ لا العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية زي ما أصابتها زي ما تقول جات لها جلطة دماغية جلطة، هذه الجلطة بيحاول تم معالجتها ولكنها تركت عاهة مستديمة مش هترجع زي ما كانت كما كانت الخليج الدنيا اتغيرت فهي لم لن تعود كما كانت حتى من ناحيه الانبهار دول الخليج زمان كانت بتنبهر جدا بالتكنولوجيا الغربيه وبالمدن الغربيه وبالثقافه الغربيه قل هذا الانبهار، ليه لانهم حاولوا يبنوا مجتمعات فيها الرفاهه وفيها الترفيه وفيها شوفوا دبي وشوفوا عملوا من البحرية عملوا مدن هناك والسعوديه بتتغير حاليا لم تعد كما كان بنفس وكمان طلعت في مدن كتيرة في العالم تمثل بدائل ليهم في الغرب وفي تكنولوجيا كمان هي كلها تكنولوجيا غربية وتكنولوجيا أمريكية لكن موجودة في كوريا الجنوبية موجودة في اليابان موجودة في الصين موجودة أصبح كمان الاعتماد على التكنولوجيا الغربية لم يعد ولا حتى التسليح الغربي بنسبة 100% كما كان من قبل وبالتالي الدنيا تغيرت فلديهم بدائل من دول أخرى حاليا على سبيل المثال أقول لكم حاجة بسيطة جدا السعودية دي وكما قلت إنها أكبر دولة في العالم عملت على أسلامة العالم لصالح التطرف الإسلامي السني في الدنيا كلها السعودية ساهمت في تغيير وجه المدن الأوروبية لصالح أسلامة هذه المدن مساجد إيه مراكز إسلامية إيه جماعات إسلامية دعمتها إيه على مدى خمسين سنة خربت المدن الأوروبية والآن لم تعد المدن الأوروبية مبهرة للسعوديين بعد هم تغيروا يعني انت لو شفت دلوقتي لو شفت مسلمين فرشين في شارع الشانزلزي ولا في شارع اكسفورد في لندن من الصعب انك تلاقي في نفس المسلمين اللي فرشين دول في الشارع وبيصلوا في الشارع وبيضايقوا الناس هناك مش من الصعب انك تلاقي ناس منهم من دول الخليج دول الخليج بينفروا من هذا المنظر اللي هو بلادهم بعد ما هم ساهموا في عمله هم اللي ساهموا في عمل هذا المنظر السعوديه تحديدا هي التي ساهمت في أسلمة المدن الاوروبيه والان لم يعد هذا المنظر يفرحها ما عادش يفرحها الخليج يتمرد على العلاقات التاريخيه مع امريكا او يريد ان يكون المستفيد الاكبر منها كما كان دائما وتراجعت الثقه في المظله الامريكيه وخرج جيل شاب في الخليج يرى مصالحه بطريقه مختلفه ولهذا لن تعود العلاقات السعوديه الامريكيه الى سابق عهدها حتى ولو عاد الجمهوريين الى البيت الابيض في 2024، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت والولايات المتحده الامريكيه بتبذل جهدا كبيرا لترميم هذه العلاقه واعادتها الى مسارها التقليدي ولكنها لن تعود كما كانت إلى مسارها التقليدي لأن العالم تغير والدنيا تغيرت هذا وزيارة المرتقبة لبايدن في 2000 في في يونيو 2022 والمتوقعة من أجل ترميم هذه العلاقة ولكن في تقديري كما قلت الدنيا تغيرت هذا كل ما أريد أن أقوله في هذه الحلقة عن واقع ومستقبل العلاقات الامريكيه السعوديه والخليجيه اشكركم والقاكم في حلقه اخرى مع مجدي خليل اذا كانت ال ال هذه الحلقات عجبتكم خلوا ابعتوها لاصدقائكم اشتركوا في القناه حتى تستطيع ان تستمر هذه القناه وتصل الى عدد اكبر لان احنا بنعمل تحليل سياسي مستقل ومحايد ونعرض كل الامور بشكل اكاديمي وبشكل علمي وبشكل بروفيشنال أه واتمنى ان تصل هذه الرسائل الى اقصى قدر ممكن واتمنى من قلبي ان تعود العلاقات الامريكيه الخليجيه الى سابق عهدها ولكنني لست متفائلا في هذا المجال شكرا لكم والقاكم في حلقه اخرى مع مجدي خليل